عايز اتكلم مع حضرتك على مباراة الذهاب في المغرب. طبعا الاخطاء اللي وقع فيها جوزيه جوميز وشايفه انه يتلافاها النهارده، وايه ابرز مميزات الفريق في مباراة الذهاب واللي اكد عليها النهارده عشان نفوز بالمباراة ان شاء الله؟ بص يا صبري، هو طبعا هو مش خطأ جوميز في اداء اهتزاز الاداء من بعض اللاعبين، لا بالعكس، يعني حتى ده احنا قلناه في الاستوديو. صحيح، يعني في لعيبه كانت مهتزة في الأداء، فطبعا بتلخبط التيم ككل، وده اللي خلاك أول نص ساعة على الأقل ودخل فيه جولين. صحيح، يعني كمان نتيجتها كانت صعبة قوي على علينا كلنا. يعني الحقيقة برضو الشوط الثاني، هو أنت لما بيحصل زي ده، حاجة زي دي، أنت كمدرب بين الشوطين، أنت يعني لازم، مش هتعمل حاجة غير إن أنت تغير نفسيات اللعيبة. مظبوط، خلاص. فتغيير النمط اللي بيلعب بيه اللعيب من شوط لشوط، ده اللعيب هو المسؤول عنه. صحيح، حصل ده لان نفس اللعيبه اللي كانت مهتزه كانت موجوده، محدش اتغير فيهم، خلاص، مع تغييرات فنيه حصلت، انما اللعيبه انتفضت شويه بعد الجون اللي جبناه، ادانا ثقه في لعبنا. صحيح، على فكره احنا كنا ممكن نطلع كمان افضل من كده، واخد بالك ازاي؟ انما النتيجه دي من النتائج اللي هي ايه، بتعتبر كويسه، الوحشه كويسه اللي بتديك دايما الامل ان انت في اللي جاي، لان في الدور ده من مبارتين، مباراه انتهت شوط انتهى، والشوط الثاني عندك في ملعبك بالظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي، فطبيعي انت الاخطاء اللي كانت موجوده، كانت الناس هم كانت فرقه نهضه بركان دي كانت نازله مركزه على الجنب الشمال في هجومهم. صحيح، وكانوا ناجحين، نجحوا في ايه؟ في ان هم يجيبوا ضربه جزاء ويجيبوا كره من كره جول من كره ثابته. صح؟ صحيح. انت النهارده الاستراتيجيه اللي هم كانوا بيلعبوا بيها ان هم يضغطوا عليك في الحته دي، النهارده مش هيعملوا كده. النهارده هم مش هيعملوا كده. هم هيحاولوا يدافعوا عن اللي هم موجودين فيه. خلاص؟ فانا شايف ان الاخطاء، الحمد لله، اللعيبه مش يعني احنا شايفينها. صح؟ صحيح. الجمهور كله شايفها. كل وسائل الاعلام اتكلمت على الموضوع ده، اللعيبه طبعا عارفين، وهم اللي صلحوا من نفسهم اللعيبه اللي كانت مخطئه الماتش اللي فات هتبقى موجوده النهارده وهيلعبوا كويس على فكره ان شاء الله، يعني هيتلافوا ده. انت بقى في الماتش هتعمل ايه عشان تكسب؟ ده مهم قوي قوي قوي، واخد بالك؟ انت الطبيعي ان انت تعمل الجمهور، لا ما هو الجمهور ده يعني معلش، طبعا اللقطات دي بتجيلنا عن طريق حد مصور بالتليفون، مش كده؟ صحيح. فطبعا زمايلنا كلهم موجودين برضو هنا. انا عارف. فطبعا برضو الصوره غير بالكاميرات العاديه، على فكره هتلقى حاجه افظع من كده بكتير جدا. صحيح، مفيش موضع لقدم واقف بالظبط. فانا ولسه ساعه ونص. فانا بقول ايه؟ بقول النهارده ان شاء الله مفتاح المكسب بتاعك جمهورك، ده ملعبك، الطاقه اللي جواك عشان تكسب. انت تعلم تماما كلاعب كره ان دي بطوله، الناس طالبه منك هذه البطوله في الوقت الحالي فقط. صحيح، خلاص، نهايه مشوارك الان في كره القدم، وبعدين تبقى تفكر في الحاجه الجايه. مظبوط، هتعمل لك مجد تاريخي وهتعمل لك ثقه بينك وبين الناس، ده حاجه مهمه. لما انا بخش الاستوديو عايز عارف ان الناس، بص يا صبري، عايز تتفرج عليا وتسمع كلامي، بتكلم كويس. صحيح، شوف انا بقول لك، انا بتكلم عن نفسي، اي واحد فينا كده. صحيح، لعيب الكوره لما الناس ترضى عنه ويكسب ثقتهم، على فكره مستواها هيعلى بشكل غير عادي. المطلوب تنزل من اول دقيقه، وانا يا ريت ده اشوفه في الملعب. انت النهارده لابد ان انت تضغط على المدافعين بتوع نهضه بركان، تستغل حتى على الاقل اول ربع ساعه اللي حصل منك منهم، هم انك ضغطوا عليك. صحيح، غلط. صح؟ صحيح، انت لازم تعمل كده، لازم تعمل كده، واخد بالك ازاي؟ طبعا مفاتيح اللعب عندنا كتير جدا، ان شاء الله يبقوا موفقين، انما ده الاسلوب، انا شايف ان ده الاسلوب الوحيد اللي تلعب بيه في بدايه المباراه وتخلص بيه الماتش ان شاء الله باذن الله.